إسماعيل فاضل. ولد الفنان إسماعيل فاضل في بغداد عام 1965، أكمل دراسته الإعدادية فيها في العام 1985، ودخل الإذاعة والتلفزيون لأول مرة للعام 1992 عن طريق برنامج استوديو المواهب. أكمل دراسته الجامعية في العام 1995، وتخرج من جامعة بغداد قسم الموسيقى ليلتحق بعدها بنقابة الفنانين العراقيين وقبوله كأحد أعضائها المتميزين. له مشاركات عديدة مع الفرقة القومية العراقية للفنون الشعبية لإحياء غناء الفلكلور العراقي. دخل الفنان إسماعيل فاضل بيت المقام العراقي وبتفوق عال عام 1996، حصل على المرتبة الأولى خلال دراسته الجامعية لمشاركته في مهرجان القصيدة المغناة، وحصوله على المرتبة الأولى لثلاث سنوات متتالية للأعوام 1997 و1998. في العام 1999 أفيد إلى دولة الإمارات العربية ليشارك في مهرجان دبي الدولي للتسوق، وحصل على المرتبة الأولى في المهرجان. بعدها عاد إلى بغداد ليكرم من قبل وزارة الثقافة والتعليم العالي وتكريم نقابة الفنانين العراقيين وتكريم كلية الفنون الجميلة للمنجز الذي قدمه للعراق. في الشهر الثامن من العام نفسه حصل على مشاركته في مهرجان بابل الدولي في العراق. في العام 2005 شد الرحال مهاجراً إلى أستراليا ليستقر فيها مع عائلته. أسس فرقته الموسيقية الأكاديمية في سيدني وعددهم 10 موسيقيين أكفاء وذوي خبرة عالية، قدموا خلالها أرقى الأعمال العربية الطربية للزمن الجميل والفن الكلاسيكي العربي والمعاصر. للفنان إسماعيل فاضل شهادات تقديرية عديدة، وحصل على أكثر من عشرات الأوسمة والتكريم داخل وخارج العراق وأوروبا وأستراليا. يعتبر الفنان إسماعيل فاضل من الفنانين الأكاديميين الذين ساهموا في نشر الأغنية التراثية والفلكلورية العراقية والعربية إلى أوروبا وبعض دول الخليج والدول العربية.